قطعه بس راحت. ازاي بقى عملتيها ازاي؟ خلاص بدات عملت سكاي دايفنج في الصيف اللي فات، ف يعني كسرت الحته دي وما بقتش خايف خلاص، بقى بقيت سايبها على ربنا يعني. بس الحشرات لسه. انت برج العقرب، وعارفه عن برج العقرب ان هو بيتميز بالشجاعه وتركيزه العالي، وبما ان المفروض ان انت شجاعه، ليه بتخافي من الفيران مع انك عمتي مع سلاحف عادي جدا؟ بصي انا عمري ما قلت اني بخاف من الفيران، بس انا بخاف من الفيران عشان هما مش نضاف كده يعني، بس انا مش بخاف منهم قوي، انا عمري ما قلت كده يعني، الحشرات اكتر. طيب فين جاهزه؟ جاهزه متاكده؟ حاسه ان انا كده خايفه شويه. هسألك سؤال محتاجه تجاوبي عليه في 3 ثواني، لو جاوبتي صح مش هتنزلي. 49 في 5 كام؟ ايه؟ 49 في 5. باي باي يا مهنتك. بلاش بلاش المسا، بلاش. اشوفك على خير يا مهنتك. ميان ثانية واحدة بس. اوبا. ايوه قولي لي بسرعة باسورد موبايلك ايه؟ 4545. ادمنت اختك ايه؟ ادمنت اختك ايه؟ ثانية ثانية ثانية. ايوه اي واحدة فيهم؟ 21 21 10. حلو يا ميان الحمد لله على السلامة. ثانية شهر 6 بس مش فاكرة كام 6. الحمد لله على السلامة. معلش يا مريم الله يسلمك، انا مبسوطة قوي. ثانك يو، شكرا على الاكسبيرينس التحفة دي. انا مفيش كلام عارفة اقوله والله بجد، مش عارفه اقول ايه. احلى من سوري يا زنجبار، بس سكاي دايفنج انا احلى بكتير. سوري.